عن الصب الكئيب واردوا والهجر اطول ما يكون واعرضوا صدوا عن الصب الكئيب واردوا والهجر اطول ما يكون واعرضوا كسر السغام فقمت اطلب برأه من اين يبرؤ والطبيب الممرض ان يستحل بالفراق دمي فلي يوم القيامة حجة لا تدحض قف بالمطيع على ماسرهم ولو ولو مقدار ما يتمضمض المتمضمض قف بالمطيع على مآسرهم ولو مقدار ما يتمضمض المتمضمض هم جرتي قبل الفراق وعندما كتب الفراق ولا رديت ولا رضوا يا حسرة العشاق من غصص النوى لو أنهم بالهجر وصلا عوضوا لله رغب لازم عوراب الضحى لله رغب لازم عوراب الضحى والشمس تلفح والعرايس تركد رحل المطية يا أمهم من يسرب الرعد يحن وبارغات تمض وبارغات تمض صلى الله عليه وسلم.